عيادة الدكتور فراج عبد اللطيف مجاهد استشاري الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكلى. إدارة مرض السكري ليست بالمهمة السهلة، ولكن باتباع النصائح التالية يمكنك الحفاظ على صحتك وتقديمها إلى المستوى الأمثل. أول خطوة هي خفض وزنك. إذا كنت تعاني من زيادة، فقدان 7% من وزنك على مدار 6 أشهر إلى سنة يمكنه تقليل مقاومة جسمك للأنسولين بنسبة 57%، مما يعد كافياً لوقف تقدم المرض وربما تراجعه. تخفيض الوزن بالأخص في السنوات 5 الأولى من اكتشاف المرض قد يؤدي إلى اختفائه تماماً. ثانياً، حافظ على نسبة السكر التراكمي في الدم تحت 7%. إجراء هذا التحليل بانتظام كل 3-4 شهور سيوفر لك رؤية واضحة عن حالتك ويساعدك في تجنب المضاعفات. ضابط مهم آخر هو مراقبة ضغط دمك، والذي يجب أن يكون تحت 840. قم بقياسه بانتظام، إما في الصيدلية أو باستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل للحفاظ على سلامة قلبك وكليتيك. الكوليسترول له دور كبير في صحة مرضى السكر. حافظ على الكوليسترول الضار LDL تحت 100، وإذا كنت تعاني من أمراض القلب أو لديك تاريخ عائلي للوفاة بسبب جلطات القلب أو المخ، حافظ عليه تحت 70. الأدوية لعلاج الكوليسترول مرتفعة الفعالية مقارنة بأعراضها الجانبية. بالمثل، تأكد من أن الكوليسترول النافع HDL فوق 50 للنساء وفوق 40 للرجال. تناول زيت الزيتون، ممارسة الرياضة وتقليل النشويات سيساعد في رفع هذه النسبة. قياس مستوى السكر مرتين يومياً على الأقل يمكن أن يكون منقذاً، مرة في الصباح قبل الفطور ومرة قبل الأكل أو بعده بساعتين إلى 3 ساعات. حافظ على مستوى السكر أقل من 130 في الصباح وقبل الأكل، وأقل من 180 بعد الأكل بساعتين. ولا تنسى المتابعة المنتظمة، فهي مفتاح الوقاية من المضاعفات. افحص قاع عينيك، الزلال الدقيق في البول، الكوليسترول ووظائف الكلى بانتظام، وتأكد من أن طبيبك يفحص إحساس قدميك والدورة الدموية في كل زيارة. تجنب تناول السكر تماماً وقلل من النشويات قدر الإمكان، خاصة الخبز ومنتجات الدقيق الأبيض، البطاطس والأرز. بما يكفي ربع إلى نصف رغيف خبز أسمر في الوجبة الواحدة أو 3 ملاعق من الأرز المغسول جيداً. الرياضة تلعب دوراً مهماً أيضاً، لذا مارسها لمدة نصف ساعة يومياً مقسمة إلى 3 فترات من 10 دقائق. تقوم بذلك في الصباح وأثناء اليوم وفي المساء، مما سيحقق لك مجموع 210 دقائق في الأسبوع. أخيراً، تجنب الضغط النفسي والعصبي لأنهما يرفعان السكر وضغط الدم ويسببان زيادة في الوزن. تجنب التدخين نهائياً ونم 7 ساعات يومياً ليلاً. تذكر دائماً أنك طبيب نفسك، ولن يفيدك أحد إن لم تتبع هذه النصائح بحذافيرها.